احنا لسه بنتكلم عن الطقوس الدينيه وطقوس عيد الفطر تحديدا في الصين. في عادات كمان مشتركه خلال الاحتفال بالعيد، عيد الفطر للمسلمين في الصين. دايما بيبقوا حريصين على صلاه العيد، وبرده حريصين على تبادل الزيارات وارتداء الملابس الجديده والاستمتاع باجواء العيد، خاصه ان عدد المسلمين كان كمان في الصين مش بسيط خالص يا مصطفى، حوالي 150 مليون. 150 مليون طبعا 2023 عشان نكون محددين ده شعب، يعني 150 مليون ده رقم ضخم طبعًا. بالنسبه لنا، لكن يعني احنا دوله كبيره في المنطقه، احنا ما جبناش 150 مليون، هم اقليه هناك 150 مليون. طبعا تعداد الصين حوالي مليار و400 مليون. الصين ايضا بيكون في طقوس خاصه في زياره المقابر، عدد كبير من الصينيين بيحرص في احتفالات عيد الفطر المبارك ان هو يزور المقابر، ان هو يعيد زي ما بيقولوا كده على اقارب المتوفين. خلينا نشوف تقرير سريعا كيف يحتفل المسلمون في الصين بعيد الفطر المبارك. في قواسم مشتركة بيتميز بيها كل المسلمين في كل أنحاء العالم خلال احتفالهم بعيد الفطر المبارك. في الصين تحديداً المسلمين هناك بيأدوا صلاة العيد وبيستمعوا لخطبة العيد باللغة الصينية والعربية من إمام مسجد صيني، وبيتبادلوا الزيارات وبيطبخوا الأكلات المميزة. وفي حرص كبير عند المرأة الصينية المسلمة على تنظيف وتزيين بيتها وارتداء الملابس قبل أيام بسيطة وقليلة من العيد. في الصين بيهتموا بزيارة المقابر في أول أيام العيد، وزيارة المقابر عند المسلمين في الصين طقس مهم جداً مستحيل يفوتوه أو ينسوه، حتى إنهم بيقروا آيات من القرآن الكريم وبينظفوا المقابر وبيحطوا الرز والقمح عليها. أيضاً في عيد الفطر المسلم الصيني بيستغل المناسبة دي علشان يرجع لمسقط رأسه ويقضي العيد مع أهله وأصحابه، حتى بيكون في ازدحام لوسائل النقل قبل العيد بأيام قليلة، خصوصاً في الرحلات اللي بتنقل العديد من المسلمين لمناطق سكنهم في شمال الصين زي إقليم نينغشيا. أيضاً عيد الفطر في الصين أجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل موظف من أبناء القوميات المسلمين وغير المسلمين، وبتحرص الحكومة الصينية على مشاركة المسلمين فرحتهم بالعيد، وبترسل مندوبين عنها في أماكن تجمعاتهم لتهنئتهم. وفي أماكن تانية بيقوم المسلمين وبيخرجوا للشوارع والميادين وهم لابسين ملابس ملونة.